جلستنا لليوم أبدأ مشروعك الآن، الجلسة الأولى منه اللي هي مهارات التفكير الإبداعي. نحن اليوم الله راد رح نتدرب على مفهوم التفكير الإبداعي، مهارات التفكير الإبداعي. رح ناخد تطبيق تدريبي، رح ناخد فوائد التفكير الإبداعي والخلاصة، بلس رح ناخد الخطوة الأولى اللي بتخورنا بداية المشروع اللي هي المقدمة نحو التفكير التصميمي. ما معنى التفكير وما معنى الإبداع وما معنى الابتكار؟ أول شيء، التفكير هي عملية إعمال العقل بكل الإجراءات اللي ممكن تنعمل بالعقل من التفكير والاستذكار والتخطيط وإلى آخره. الإبداع هو الإتيان بجديد، أما الابتكار فهو منتج جديد أو خدمة جديدة تكون موجودة حيز التنفيذ. يعني لما يصير التفكير الإبداعي يفوت حيز التنفيذ بيسمى ابتكار. فإذا مثل ما اتفقنا، التفكير الإبداعي هو التفكير الخارج عن المألوف، هو تفكير خارج الصندوق، هو التفكير الذي لا تحده أي عواقب، تمام، أو بالأحرى عوائق مش عوائق. طيب، من قتل الإبداع؟ أول شيء هيدا كتاب يعني ينصح بقراءته، بقلبه تفصيل لفكرة الإبداع وكيف الإبداع بيكون موجود عند الأطفال ومن ثم بخف مع تقدم السن بناء على عوامل عديدة تم طرحها بالكتاب. أولا، في دراسة أجريت على الأطفال وشافت إنه، أو بالأحرى تم الاستنتاج إنه 98% من الأطفال عندهم إبداع. خف هالإبداع لو وصل لنسبة 12%، وخف لو وصل لنسبة 2% على سن الرشد. يعني بنسبة المراهقة وصل ل 12%، وبسن الرشد وصل ل 2%. فهذا الشيء فيه دلالة كتير واضحة على إنه الإبداع بيموت مع تقدم السن، لأنه ما في شيء عم بينميه. يعني الإبداع بيخلق مع الولد مثل البذرة، إذا ما تم سقايتها أكيد مش رح تنمو. مبادئ الإبداع العشرة هم: اختر أن تكون مبدعا، ابحث عن حلول عديدة، سجل أفكارك، حلل كل فكرة بدقة، حدد المشكلة بوضوح، اعتبر كل منحة عفوا اعتبر كل محنة منحة، تجرأ وكن مختلفا، كن عفويا واستمتع كالأطفال، فكر بغرابة وكسر القيود، كن صبورا ومثابرا. ما هي المهارات المطلوبة للشخص لكي يكون مبدعا؟ لأنه الإبداع هي مهارة مثل باقي المهارات يمكن اكتسابها. بالتالي لما بتتنمى ملكة التحليل عند الشخص، ملكة البحث، يكون في عنده انفتاح على الأفكار الجديدة وعلى الثقافات الجديدة، على التعلم بشتى أنواعه، هذا الإنسان بيكون عنده قابلية أكبر على الإبداع. كمان لازم يتحلى بمهارة العصف الذهني ويكون عنده قدرة على التواصل. سمات الشخص المبدع هن: الذكاء، الموهبة، التصميم، الإرادة، التفاؤل والإيجابية أكيد، الثقة بالنفس، وضوح الهدف، المبادرة، الإقدام. وأبرز صفة من صفات المبدعين هي الفضول وحب الاستكشاف، وهذا الشيء مثل ما سبق وأهدافنا بيكون موجود بشكل كتير كبير عند الأطفال. لا تهمل أفكارك أينما وردت في ذهنك. الأفكار الإبداعية ممكن إنه تورد بذهننا بكتير من الأماكن، وخصوصا بمكان العمل وكمان وقت الملل، لأنه بيصير فيه شرود للذهن، والذهن لما بيتشتت ممكن كتير إنه تتحفز عنا عملية الخيال وتتولد عنا الأفكار الإبداعية. ما هي أنواع الإبداع؟ عنا الإبداع الفني، يعني كل فنان بيطلع ابتكار جديد بميدان الفن، من لوحات، من مخطوطات، من إنجازات فنية، منحوتات مثلا، هذا إنسان عنده إبداع فني. الإبداع الإداري هو الإنسان اللي المبدع إداريا، هو الإنسان اللي بيعرف كيف يوظف كل مهاراته الإبداعية بأنه يخلق جو إداري أكثر إنتاجية وأكثر مرونة، وبالتالي بيكون بيتصف بالإبداع، منه نمطي بطريقة تعامله مع
الموظفين وسيرورة الأمور بشكل عام. الإبداع التعبيري بيتصف فيه أكثر شيء الشعراء والإعلاميين، ممكن الكتاب والمؤلفين، وأيضا المتحدثين اللبقين اللي بيبقوا هيك عندهم مهارة الإلقاء وفن التواصل. الإبداع الإنتاجي هن بيتميزوا في كل الأشخاص يلي أنتجوا يعني منتوجات جديدة، و يعني سهلوا على الناس عملية، يعني سهلوا عملية الوصول لتلبية حاجاتهم بشكل أسلس. وهذا الشيء بيشمل كل الاختراعات بشتى المجالات، من الصناعات الغذائية الإبداعية وصولا لأكبر الإنجازات الإنتاجية بالعالم منذ بداية الثورة الصناعية وحتى اليوم. إبداع الانبثاق هو إبداع توارد الأفكار، اللي هو خلق الأفكار عبر استنادا إلى الأفكار السابقة، هذا بيسمى إبداع الانبثاق. بخصوص التطبيق العملي، هيدي الصورة موجودة بكتاب ينتمي إلى فن الأدب العالمي لأنطوان دو سانت إكزوبيري، وهو الأمير الصغير كي لبتي برنس. فلما طفل رسم هيدا الشكل وراح ورجيه للأشخاص الكبار بالسن أو بالأحرى الراشدين، كلهم شافوه على أنه قبعة، مع أنه هو كطفل كان راسم ثعبان أكل فيه. هيدي الطريقة الفلسفية يلي طرح فيها الكاتب بالكتاب كيفية نظر الطفل للعالم، يعني كان بقلبها التفكير الإبداعي عند الأطفال. مراحل عملية الإبداع هن الإعداد، الاحتضان، الإشراق، والتحقيق. بخصوص نموذج صناعة الفكرة الإبداعية، هو يتجزأ إلى 4 مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الطلاقة، بيكون بقلب العصف الذهني إن كان فردي أو جماعي، ومن بعدها بينطلق الإنسان لمحركات البحث وأصحاب كمان ذوي الخبرة. المرحلة الثانية هي مرحلة المرونة، يلي فيها بيتم عملية بناء الأهداف وتصفية الإمكانيات وفق المعايير المحددة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الأصالة، يلي بيشوف الإنسان شو هي القيمة المضافة يلي عم يطرحها بهيدي الخدمة أو بهذا المنتج قبل ما نحطها بالسوق، وبيدرس مين هن الخبراء يلي ممكن يكونوا مختصين ممكن يساعدوه بالوصول لهدفه، وبيدرس المستهلكين يلي هن المستفيدين أيضا. بعدين بالمرحلة الرابعة بفوت بحيز التخطيط التنفيذي، يعني اللي له علاقة بجميع التفاصيل، فبصير بيدرس المشروع لما يتطبق على الأرض شو هي المعوقات يلي لقالوه، شو هي الخطة التفصيلية لتنفيذه، وكيف ممكن يطرح النموذج الأولي أو العينة الأولى بالسوق. برنامج سكامبر هو أكرونيم العملية يلي بيتم فيها تعديل المنتج أو الفكرة من بعد ما تكون وجدت بالميدان أو بالسوق. هيدا أبرز نموذج لندرس كامبر. التلفون، أول ما نزل التلفون على السوق هو كان ابتكار، هو كان فكرة إبداعية، منتج جديد وإبداع إنتاجي، حل مشكلة التواصل بين الأشخاص. أول ما نزل هيك أباري، يعني آلة والكبسات بتبرم، وتطور بهذا الشكل. يعني أول شيء حولوه لكبسات زرار، من بعدها لهاندي، من بعدها صار دمج يعني راحت القاعدة، من بعدها صار تلفون صغروا له حجمه، من بعدها زادوا له شاشة، من بعدها صار في له استخدامات أخرى، وبعدها زاد له لوحة مفاتيح، يعني صار في GPS ودمجوا معه الكمبيوترز وإلى آخره، لوصلنا للمنتج النهائي اللي نحن عم نستعمله ونستفيد منه بأيامنا الحالية. فمش لازم الإنسان يستخف بأي فكرة بتخطر على باله، لأنه كل الاختراعات بلشت خيال ومع الوقت أصبحت حقيقة، أكيد مع الجهد والمثابرة والإصرار، لأنه أكيد الإنسان لما ببلش يطرح فكرة
ممكن يتعرض لكثير من المعوقات ومنها الاجتماعية، يعني ممكن ما حدا يؤمن بفكرتك أو فكرتك، بس ولكن إذا أنت كان عندك كل الإصرار والعزيمة ومصدق أن فكرتك رح تبصر النور، فأكيد أن الله راضي رح تبصر نور. كيف ممكن تكتسب مهارة التفكير الإبداعي؟ ممكن تكتسب مهارة التفكير الإبداعي عبر الفهم الجيد للمشكلة، عبر البحث والتفكير، وأيضا يعني أنواع تانية من التفكير ممكن إنه يحفزوا على التفكير الإبداعي. يعني التفكير التحليلي كمان هو بوابة للتفكير الإبداعي، أوكي؟ فالتفكير بشتى أنواعه ممكن يحفز التفكير الإبداعي. عملية طرح الأفكار الجديدة، تنظيم الأفكار، اختيار الفكرة الأنسب والتنفيذ، أي المباشرة في التنفيذ، نفذ الآن. فوائد التفكير الإبداعي هي التقدم والتنمية، التطور والنمو، تحسين الإنتاجية وتحقيق الكفاءة. هذه أجمل المقولات عن الإبداع، أجملها: لو أن الحاجة هي أم الاختراع، فإن عدم الرضا هو أبو التقدم. أخيراً، بخصوص التفكير التصميمي وصنع النموذج الأولي، كما سبق وعرفنا أنه أي إنسان بده يخلي فكرته الإبداعية تبصر النور لازم يتجه نحو، من بعد ما يخلص عملية التفكير الإبداعي يوصل لفكرة التفكير التصميمي، يعني هيدول المراحل المشتركة، بينما نوصل لمرحلة التست أو التجربة هي المرحلة الأهم بالتفكير التصميمي، يلي هي عملية وضع هيدي السيرفيس أو هيدا المنتج حيز التنفيذ وتجربته، وبالتالي بعد التعديل عليه مثل ما سبق وحكينا بسكتر. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، ونراكم على إبداع. معرفتكم تساعدني.